لقيت حاجة ما؟ شايل محفظتك. أنا لقيت الموبايل. إيه طارق؟ لقيت حاجة؟ إيه ده؟ استر يا رب. في ايه؟ يا خبر اسود، يا خبر اسود. ايه اللي حصل؟ يا خبر اسود. بنتي يا ست. يا بنتي. بنتي يا ست. انتي طلعتي لي منين بس؟ يا ست. يا ست. يا خبر اسود. يا بنتي. يا ست يا ست يا ست طلعتيلي منين بس؟ ما ترد انت كمان ست. ايوه يا بهاء، انا عملت حادثه يا بهاء، عايزك تبعتلي عربيه اسعاف فورا. انا هعملك شير لوكيشن بس بسرعه يا بهاء والنبي. بنتي يا ست يا ست يا بنتي. يلا 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 بسرعة يا ابني. يلا 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 بسرعة. براحة براحة براحة. يلا 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 يلا. أنا هاجي وراكوا. ها مين؟ وجرح بسيط في دماغها بسبب إنها وقعت عليها. طمنتني يا راجل، أنا كنت مخطوط جدا الحمد لله الحمد لله. عرفتوا توصلوا لأهلها؟ ما كانش معاها حاجة خالص ولا حتى محفظة.
على فكره يا مراد، دي ام الطفل بيرضع، صدرها مليان لبن. انا سجلها باسم ايه دلوقتي يا مراد؟ سجلها باي اسم لحد ما تفوق يا بهاء. سجلها داليا، داليا نور مؤقتا. حاضر. تعال معايا يا مصطفى. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح وقت. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشكاية اللي عايزة تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت أمرك، أحاول. أستأذن حضرتك. اتفضل. بقول لك إيه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهاردة كمان. حاضر تحت أمرك. ماشي. أيوة يا بهاء، أنا كويس. بعد ساعة؟ لا لا، هجيلك بعد ساعة. طب قول لي الأول، هي عاملة إيه؟ طيب أنا هروح بس البيت آخد شاور وأجيلك. ها؟ يلا باي باي. صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. تعال معايا يا مصطفى. حضرتك. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. فانت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح وقت. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشكاية اللي عايزة تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت أمرك، أحاول.
استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر تحت امرك. ماشي. يا بهاء انا كويس. بعد ساعه؟ لا لا هجي لك بعد ساعه. طب قول لي الاول هي عامله ايه. طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجي لك. صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. حضرتك ايه الاخبار يا بهاء؟ تفوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد هتبقى كويسه. طب هي شكلها بتفوق. هي مدروخه شويه بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. حصل. أنا يا ستي آسف أنا خبطتك بالعربية وبعدين أغمى عليكي فجبناكي المستشفى. بس الحمد لله يعني دي سليمة فيها شوية كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع. دماغي. معلش عشان في كدمة جامدة بس في دماغك. صداع. اسمك إيه؟ دماغي. يا مدام انا بسالك على اسمك انت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. لا اصبر. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقوله نسيتي اسمك؟ ممكن تقومي معايا بالراحة؟ على مهلك على مهلك. ها تقدري تقولي لنا انتي اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع. صداع. معلش الدكتور قال يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة. الدكتور قال كمان ان انتي عندك طفل صغير. حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه؟ ايوه اي حاجه هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع. يعني مثلا عندك ولد ولا بنت؟ هو انا ام؟ انتوا عملتوا فيها ايه؟ حرام عليكم. انا عايزه امشي من لا لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحتي اوعى. مشوني من هنا. بليز بليز خليكي خليكي ما تمشي. الحركة خطر عليكي دلوقتي. صداع. مشوني. دماغي. بعمل ايه؟ لا الجرح بتاعك بسيط وما فيهوش اي حاجه. ايه الدلع اللي انت فيه؟ وايه الخاتم ده بقى؟ حاولت اقلعه لك كتير وانت كنت رافضه تقلعيه. شكله غريب الخاتم صح؟
ده يلا عشان ناكل بقى. عشان خاطري ليه بس كده؟ ما تسمعي الكلام. اشتري ريحه الاكل، هاكل بعدين. طب هجيب كريم وارجع تاني يا قلبي. وانتهي لي الدكتور بقى. حاضر. اديني جيت لك اهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ ازيك يا سيدي؟ تاكل؟ لا مش هينفع كده، انت خلاص هتخرجي من عندنا، لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجي يا بهاء؟ اه، هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده، الجروح اللي عندها سطحيه وما ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده، هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. بس دي لسه مش فاكره اي حاجه خالص. اوكي، ده اثر الوقعه على دماغها، ولو في اي حاجه هنتابع مع بعض. هو انا لو خرجت من هنا هروح فين؟ يومين يا مراد؟ يومين اكلمك ما تردش عليا؟ انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ افرض جرى لي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه، اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصيرك. ميرسي، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك، مش محتاجين حاجه؟ شكرا، تسلمي. قهوتك يا مراد بيه؟ خليها هنا. اتفضل. كنت بقول ايه؟ أنا زعلانة منك. ما خلاص بقى يا ليلى، ما تزعليش، ما أنا قلت لك حقك عليا. أنا بجد كنت مشغول. عذر أقبح من ذنب، مشغول عن أختك بإيه يا مراد؟ عملت حادثة، خبطت واحدة بالعربية. أو ماي جاد، وماتت؟ ماتت إيه، حرام عليكي، يعني مجرد كدمات بسيطة وخلاص. خلاص، بسيطة، نو بروبلم يعني. المهم أنا عايزة 5000 يورو عشان مسافر لبسانت روم، هقعد 3 شهور هناك. I need money urgently. حاضر، بكرة هحولهم لك في حسابك. ايه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا لالا؟ ما انا قلت لك حاضر. انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي يعني. ما تدي لها تعويض، تدي لها قرشين، اي حاجه يعني. ايه المشكله؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا، لغى اجازته. احسن حاجه عملها في الدنيا، حد يسيب كندا ويجي مصر. يجي يا ليلى. يجي عشان يشوف ابوه وانا اشوف حفيدي. ولا تاني في المانيا بقول له تعالى، بيقول اصل انا مشغول، مشغول، تعالى انت. ليه يعني؟ أنا مقطوع من شجرة مثلاً؟ مكتوب عليا أعيش لوحدي كده ماليش أي حد؟ ليه يا مراد بتقول كده؟ هو أنا بسيبك خالص؟ أمال أنا قاعدة معاك بعمل إيه؟ يلا I have to go now. طيب يا حبيبتي. أنا مسافرة بكرة طيارتي، هقعد 3 شهور. See you. أنت مش عايز أي حاجة؟ لا، تيجي بالسلامة إن شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. أوكي؟ حاضر. يلا حبيبي، ثانك يو. باي باي. باي باي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فردوس، اسنديها لو سمحت. ألف سلام عليها. فردوس، داليا دي هتبقى ضيفتنا وهتمشي من هنا لما تخف. دي في عينيا يا فردوس. خلي بالك منها واعملي لها كل اللي هي عايزاه. ها؟ في عينيا، ما تقلقش. داري؟ على مهلك. لحظة كده بعد إذنكم. أهي ساعة. كمان ساعة. لا، في الطريق، في الطريق. أخليهم يستنوني يا ساعة. ماشي، يلا سلام. ما تسيبنيش. بصي انا مضطر اروح المكتب على الاقل ساعه، بس اوعدك مش هتاخر. يلا، نورتي، اتفضلي. مع السلامه.
خلي بالك منها يا فردوس. ما تقلقش عليها. انت نورتينا. شكرا. على مهلك. مهلك في ايه؟ ايدي بتوجعني. السلام عليك. استنيني بس. ايه البيت ده؟ ايه ده؟ قهوي. حلو قوي البيت. ما شاء الله البيت حلو جدا. الفيلا عجبتك؟ قوي. وانت اسمك فردوس؟ ايوه انا اسمي فردوس وممكن تقوليه كمان يا دوسه. دوسه؟ بقالك كتير بتشتغلي هنا؟ يعني مش كتير قوي، 7 سنين. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا هنا جدا. مبسوطه؟ اه البيت حلو جدا ومستر مراد ده راجل جنتي جدا وكمان مامتي كانت شغاله هنا قبل. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا جدا. تيجي اوريكي اوضتك؟ انت حلوه برضو كده؟ حلوه دي هتجنن. طيب خليكي معايا عشان ممكن ازهق، ما بحبش ازهق. ما تقلقيش احنا على نرغي مع بعض ونتكلم وناكل. انت هتنبسطي هنا. البيت حلو جدا يعني مش كمان بس كل دي الاوضه بتاعتي. بما ان الموافاة والتراخيص جت بدري شهر، عايزين بقى نستغل الفرصة دي وننجز، بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع الكومباوند الأولوية عند كل واحد فينا. واختار. انا عايزك تخلص ملف التسويق، عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافة والأمن والصيانة يا أستاذ عبد الحميد عايزين عودها تجهز أسرع من كده عشان نخلص يعني. طبعاً. أمنتي بقى يا مروة؟ أيوة فندم. ده بالنسبة لك هيبقى أول مشروع كبير هتعمليه للشركة، فأرجوكي عايز حاجات لطيفة مش تقليدية يعني، ورا الصندوق زي ما بيقولوا. هحاول يا فندم. طيب إحنا كده اجتماعنا خلص، الأسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث أي جديد، ماشي؟ شكراً، اتفضلوا. ما تمشيش يا مختار، أنا عايزك. ها؟ حاضر. أستاذ مختار الشغل كله عطلان بسببك. بسببي أنا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الراي وكده. في الراي بس؟ مختار. ها؟ انا عايزك. حاضر بعدين. اه طب ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه مالك؟ انت عارف ده بكام؟ ما علينا، انا عايزك تيجي معايا حفله الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده، هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع، انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش طريق يا مختار. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ لا خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس انا هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممة لازم تمشي فعلا؟ اه يا سيدي هتتجوز. ألف مبروك يا إيمان. ميرسي يا مستر مختار عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده أبدا. إيمان بعدي على حسابات أنا عملت لك مكالمة. ألف شكر يا مستر مراد، مع السلامة. اتفضلي. أنت مش هتقوم تغير بقى ولا إيه؟ مش هتتجوز بقى مراد. سيبك مني أنا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها؟ قلت لك الوزير ما بيشربش يا ابني. يا انا كنت جعان قوي. الله يكون في عون سيادتك، اكيد بتنسى تاكل. والله يا مختار انا ما فطرت. والله يا معالي الوزير انا مش عارف اشكرك ازاي على الموافقه بتاع المستخلصات دي، جت في وقتها، اشكرك جدا فعلا. ترى يا راجل انت، ده احنا اخوات. اه طبعا احنا اخوات يا شفيق. احنا شغلنا مظبوط يا جماعه. بس هو بس معالي الوزير بيوفر عليا موضوع الوقت عشان ما يفهموا ليش غلط يا باشا. وبعدين يعني هبقى عبيط لو ما استغلتش انه اعز اصدقائي وزير ولا ايه؟ عايز اقول لك انك قريب قوي مش هتحتاج تستغلني يا مراد. تحب بقى تسمع الخبر المفيد يا مراد؟ خبر ايه؟ اسمك بيتردد بقوه في الدوائر السياسيه. وده مش بدعم مني لوحدي طبعا. يعني ممكن قريب قوي نبارك لك على الحقيبه الوزاريه. سامع معالي الوزير بيقول ايه؟ يعني انا لو بقيت وزير هتبقى مدير مكتبي. هو البس لك بدله بقى واقعد على المكتب من 9 ل 5؟ اكيد لا.
لا هتعمل كده. بعد اذنكم. اهي فردوس. مساء الخير يا مستر مراد. انا بجد اسفه جدا اني بزعجك دلوقتي، بس انا عايزه ابلغك ان داليا هنا مش راضيه تاكل. دي غلبتني بس عشان تغير هدومها. هو انت مش اشتريتي لها هدوم؟ لا لا ما تقلقش خالص، انا نزلت وجبت لها هدوم، بس هي عايزه تنام من غير ما تاكل. انا بصراحه مش عارفه اعمل معاها ايه. خلاص يا فردوس سيبيها تنام دلوقتي، انا لما هاجي هتصرف. انا في اجتماع مهم يا فردوس. خلاص مع السلامه. عن اذنكم يا ديه. انت رايح فين؟ ديه واحده وجاي. قول يا مروان، هو ليه فيلا في الكومباوند كتير ولا لا؟ الكومباوند وصاحب الكومباوند تحت امرك يا معالي الوزير. احنا تحاول يعطوا لي خبر حلو زي ده وانا هفض لك طلب. ايش في؟ ايوه جبت العربيه. 5 مينتس. اوكي لو احمد اتاخر انا ممكن اوصلك. هو حضرتك بتشتغل سواء بعد الظهر؟ لو واحدة زي القمر أنا بشتغل أي حاجة. مختار ناصر. وأنا مالي؟ لا وأنا مالي إيه؟ أنا سايب ترابيزة عليها وزير علشان أجي أتعرف عليك. شافي إيه الجمال؟ شفتك قاعد معاه. لسه مالي الإيد. شهيرة القاضي. رايحة فين؟ مش هتقدري تمشي دلوقتي. ليه بقى؟ أولاً أحمد لسه ما جاش، ثانياً شكلك بنت محترمة وبتفهم في الأصول، ما يصحش واحد ما بيتكلم معاكي ما بيعملش حاجة غلط تسيبيه وتمشي. أحمد متصل. أي أحمد وصلت خارجة حالاً. استني بس، أنا لو عايز أشوفك تاني أو العكس هنعمل إيه؟ لا ما اظنش هينفع. تليفونك؟ وهمشي.
انا مش فاهم اي حاجه من السايكايترست ده يا بهاء. يعني مش فاهم هتفتكر امتى؟ الدكتور يقصد ان المرجعيه الطبيه للحالات اللي زي دي قليله جدا، وبالتالي مفيش اي معايير محدده نقدر نتوقع بيها تطور الحاله. يعني ايه؟ انا هفضل كده مش فاكره حاجه عن نفسي. انتوا لازم تلاقوا لي حل، ما هو اكيد في علاج. قول له يخليني افتكر تاني، ما انا مش عارف اعيش حياتي كده. عايزه افتكر حاجه يا دكتور. ها ايه الاخبار النهارده؟ انا كلمت دكتور بهاء وقال لي ان ايدي خلاص بقت زي الفل وممكن كمان نوقف المره. طب ايه رايك اعملك بقى سندوتش؟ انت بقالك يومين ما اكلتيش سندوتش واحد بس. طب بلاش سندوتش، نشرب عصير. معلش انا لما احس ان عايزه اشرب اشرب، مفيش نفسي دلوقتي. طب قولي لي، طيب انت ايه اللي مزعلك؟ خايفة من ايه؟ ما اعرفش والله ما اعرف. انا مش عارفة ايه اللي بيحصل لي وايه اللي ممكن يحصل لي. حاسة اني تايهة. طب احكي لي، فضفضي لي، احتمال ترتاحي. ما اعرفش، انا في حاجة غالية ضاعت مني وقلبي بيوجعني عليها. ايه هي الحاجة دي؟ احكيلي عليها. مش عارفة والله ما اعرف. طب بصي بقى، مراد بيه اللي انت قاعدة عنده في البيت ده راجل طيب جدا 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 وغني قوي كمان، وهو يعرف ناس مهمين قوي في البلد واصحابه كتير جدا ومهمين. يعني انت لو عندك اي مشكلة مهما كانت كبيرة قوليها له، وهو هيحلها لك بمكالمة تليفون واحدة. ما اعتقدش الحالة اللي انا فيها حد يقدر يحلها. انا زي اللي كان طاير في السماء وفجأة وقع على الارض. مش عارف وقع ليه ولا عارف يطير تاني. انت كده حيرتيني معاكي، انا مش فاهمة منك حاجة. طب بصي بقى، انا لازم اقوم دلوقتي. انت لو عاوزتي اي حاجه اي حاجه ناديلي بس. السلام عليك. الله، ده هنا اهو. تعمل ايه في ورقه يا ولد؟ صباح الخير يا مستر مراد. داليا، ده سعد السكرتير بتاعي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ داليا، منوره يا فندم. شكرا. مختار فين امال؟ والله يا فندم لسه ما وصلش. طيب هاتوا لي انا قهوه وهاتوا لداليا عصير برتقال. اوكي حاضر. لا انا عايزه شاي بلبن. شاي بلبن؟ حاضر.
ايوه انت فين يا مختار؟ انت لسه نايم؟ اه لسه نايم. الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر يا حلو. خلصت الماركتنج فعلا؟ اه خلصتها، سبتها لك مع سعد امبارح. يعني انت مش جاي الشركة ولا ايه؟ جاي الشركة ليه بقى؟ ما عندنا شغل يا بني ادم. عارفه انك بتبقي زي القمر او ممتسعي؟ أيوة. بتكلم مين؟ مين شكله زي القمر؟ لا لا مش انت. اه رايحه فين؟ عملت نسكافيه. نسكافيه؟ هات النسكافيه وتعالى يا حلو. وما تنساش ميعاد الساعه 9 ميعاد الحفله. لا مش فاكر انهي حفله. حفله سياده الوزير يا بني ادم. اه ماشي. اه سلام. مختار ده ابني التالت اللي انا ما خلفتوش. تالت؟ هو انت عندك ولاد؟ اه ما انا عندي ولدين فعلا. ده سامح متجوز وعايش في كندا ومخلف بنت اسمها ما شاء الله. وده هاني متجوز وفي المانيا وعنده ولدين. ما شاء الله عيلة حلوة. يعني انت جده على كده؟ وما بشوفهمش بقالي 3 سنين تخيلي. ليه بس؟ زي ما انت شايفه انا مشغول طول الوقت وهم كل واحد ملهي في حياته. معلش. تعال يا سعد. ده الملف الخاص بخطه التسويق. آه. سابوه لك امبارح مستر مختار قبل ما يمشي. طيب انا برضو كنت طلبت الملف بتاع تراخيص ارض العين السخنه، جهزته ولا نسيته؟ آه انا اسف يا فندم، بس بصراحه بعد ما امان ما مشيت وسابت الشغل يا فندم بقيت مش ملاح. يا فندم بقالها شهر خلاص شهر خلاص وانا خلاص خلاص يا سعد خلاص روح خلص الملف. خلاص عن اذنك. طب ما انا استلم هنا وابقى السكرتيره وساعد سعد. وانت هتقدري؟ اه اقدر. ما اقدرش ليه؟ اقدر بس انا مش عارف حتى انت خريجه ايه، اشتغلتي قبل كده ولا لا؟ انا كمان يعني مش فاكره حاجه ولا اعرف انا اصلا اعرف ايه بالظبط، بس اجرب ويمكن يعني. طب بصي انا موافق بجد. بكره هتيجي معايا حفله وهيبقى ده اول ظهور رسمي ليكي كسكرتيره خاصه ليا، ايه رايك؟ حفله؟ اه بس انا ما عنديش يعني لبس يليق على حفله وكده، انا ما عنديش غير الكام حاجه اللي انت يعني مشكور جبتهم لي. بسيطه جدا، احنا هنشرب قهوه وهننزل نجيب احلى لبس يليق بالشغل الجديد، ايه رايك؟ ماشي موافقه، شكرا قوي. تمام. Thank you.
Thank you, Yasmin, for all the efforts you've been doing throughout the period. Please don't mention it. It's been my great pleasure working with you. Anyway, tell me, so how long have you been speaking the language? How long? Actually, as you know, I still can't remember anything about my past. I understand. But it seems I've been speaking this long time ago. All right. Thank you. Hi, how are you? I'm fine. How's your student? Oh, she's brilliant. بجد هايلة. Great, great. I'm proud of her. Yes, we all are. طبعا ما كنتش عارف الكلام ده من غير ياسمين. ابدا. على فكرة انا بقالي سنين ما شفتش حد عنده قدرة الاستيعاب اللي عندك. ميرسي. Anyway, we're done for today. Thank you, Dalia. So, we'll chat later on and I'll excuse myself. All right. Hey, thank you, ياسمين. Thank you, ياسمين. Thank you. Bye. عجبتك؟ عجبتيني؟ جدا جدا جدا. ميرسي. على فكره انا مسافر باريس بعد كام يوم كده. اجي معاك. بصي والله انا فكرت اخدك معايا بس فجاه افتكرت انت لا عندك لا باسبور ولا حتى بطاقه. اه ازاي نسيت المصيبه اللي انا فيها؟ انا ما كانش قصدي ازعلك. لا انا ما زعلتش، انا بس افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت اني يعني تايهة بين دنيتين، اللي فات ومش فاكرة ومش عارفة أوصله، واللي أنا فيه دلوقتي وبرضه مش عارفة أعيش. لا 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 لا، أنت مش لازم تفكري بالطريقة دي خالص. أنا مراد الجرحي أقدر أعمل حاجات كتيرة جدا. يلا قومي جهزي عشان نروح للشركة. آه يلا. آخر دفعة للمقاول لهام الوجهات بـ 20 مليون جنيه. ده بقى يا فندم شيك الدفعة المقدمة لشركة سيارة بـ 10 مليون جنيه. اتفضل. خلي الأستاذ عبد الحميد يكلم البنك ويسأل على الشيك اللي اتعمل بالمقصة دوت واقف. أوكي. وخليه يرد عليا النهاردة. حاضر يا فندم. تقوم بحاجة تانية؟ اتفضل. معلش. أنا طلعت زيك. أنا كويس. بص أنا عايز منك دولارات. دي مليون على الأقل. لا ما الحساب الدولاري فاضي. أنت هتصرف بقى يا طلعت. يا سيدي خد الكوميشن اللي أنت عايزها، المهم الفلوس دي تكون عندي أنا الأسبوع اللي جاي بكتير. ها؟ ميرسي يا طلعت، شكرا، تحياتي. ايه مالك؟ ولا حاجة، مركزة معاك. عندك فلوس كتير ما شاء الله. بقالي ساعة بسمع 10 مليون و20. هو انت معاك كام؟ طب انت متخيلة ممكن يبقى معايا قد ايه فلوس يعني؟ انا ما اعرفش. 100 مليون مثلا؟ نعم اكتر من كده شوية، شويتين تلاتة كمان. أنا عايزة أسألك سؤال، هي الفلوس دي مخليك مبسوط؟ ده سؤال صعب جدا يا طارق. بصي أنا اتولدت غني، الشركة دي ورثتها عن أبويا كبرتها، بس أنا عمري ما حسيت إن أنا كنت محتاج الفلوس يعني. بس برضه ما جاوبتش على السؤال، خليك انت يعني كشخص من جواك مبسوط؟ معرفش. انا كل اللي انا اعرفه اني شايف حاجه شخصيه كده بعملها لنفسي مخلياني سعيد. يعني انت مثلا لو معاكي فلوس ممكن تبقي سعيد؟ انا كمان معرفش، لاني اصلا مش فاكره اذا كنت غنيه ولا فقيره. برضه مش عارفه اجاوب على السؤال ده. طب تعالي نجرب حاجة. اطلبي مني أي حاجة، أي حاجة مهما كان تمنها وأنا هنفذها لك. وتعالي نشوف هتبقي سعيدة ولا لأ. نفسي أعيش عيشة أبقى مطمنة. إن لو في يوم من الأيام صحيت من اللي أنا فيه ما تروحش مني.
يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ده ايه لبها دي كلها؟ البدلة دي تسوى لها ايه؟ باكو؟ لو انت السادة باكوين هتتعاكس يا سيد المعلمين. استلميني بقى، مش انت اللي قلت نستخبى في النظافة؟ وانا بصراحة عجبتني النظافة. شايفة الجزمة دي؟ 600 جنيه. كنت قاعد مع واحدة من اللي بتعامل معاهم، واحدة نظيفة، لقيت للراجل بيتحكم عليه من جزمته. تخيل يا فتون، 600 جنيه. 600 جنيه الجزمة؟ يا معلم يا ابو الجزم يا جامد. جبت البطاقة؟ بطاقة، حلاوة البطاقة وجمال البطاقة. بصي قولين يا اخويا، دي صورتك. عادل فكري شحاتة. اللهم صل على النبي. ودي سليمة بقى ولا مضروب؟ لا سليمة، بس ملهاش ملف. يعني ايه؟ يعني مفيش حد عنده شهادة ميلاد اسمه عادل فكري شحاتة، ملهاش أصل. طب خد. وبالقبها دي كلها رايحة عند مين؟ عند إيهاب؟ طبعا، عشان اللي جاي بقى. طب بقول لك ايه يا اخويا؟ استنى البس هدومي واجي معاك، عايز اشم هوا. تيجي معايا فين؟ هو راح القناطر. قناطر ايه؟ طب انا هخرج. هتخرج تروحي فين؟ اتسنكح، اروح في اي حته. هو اي ساعه وخلاص؟ انت عايز تقعدني هنا ليه؟ عايز اتسيع 24 ساعه. بقول لك ايه؟ جيب لي حشيش وانت جاي، انا ما عنديش غير سيجارتين. يا مفضوحه يا مفضوحه. خد هنا. الله. هاي، ازيك يا اخويا؟ اهلا. مبروك، يبارك في عمرك ربنا. ايه ده، هو انت بتحب الجري؟ يعني لسه رايح الجيم اهو. الله اكبر، اللهم صل على النبي. فرصه سعيده. انا اسعد يا اخوي. فتون. وانا نايم. اهلا وسهلا. اهلا. ويا ترى انت بقى عايش لوحدك؟ لا، انا والدي. طب اسيبك بقى للجيم. بالسلامه يا اخوي. اتفضلي. السلام عليكم. أهلاً أهلاً أهلاً. صاحي؟ أنا ما نمتش أصلاً، أنا هدوب ريحت نص ساعة كده، خدت شاور عشان أعرف أنزل. الروايح الحلوة دي. تفضلي. أنا كنت عايزة أطلب منك طلب. طلبي. ينفع ما تخرجش النهاردة وتقعد معايا؟ بس أنت بتيت معايا بين أصحابي. ماشي أوكي خلاص، انا بس كنت عايزه يعني نقعد نتكلم شويه. نتكلم في ايه؟ نتكلم في اي حاجه، بس يعني نقعد نتكلم، ما تخرجش يعني. طيب انا وعدت مش هتاخر. اوكي ماشي، انجوي. كنت ناويين دي جاكيت بتاعك. بس بقى مش هنام بقى واستناك. طبعا. ماشي؟ رايت. باي. انت عملتيه ده عجبني قوي.
جدا. ايه اللي انا عملته؟ اهتمامك بيا ده، حضنك اللذيذ. بس انا ما كانش لازم اعمل كده. ليه؟ ايه اللي يمنع يعني؟ انت حد مهم قوي، وانا واحدة دخلت حياتك صدفة. اصلا انا مش فاكرة اي اب ليا، ولا فاكرة اي اخ ولا عم. وبعدين انا ممكن شوية وامشي من حياتك. ممكن ما تمشيش يا دليل، انا خلاص تعودت اشوف جنبي. يعني اكيد انا دلوقتي صعبانة عليك، وبعد شوية لا ده كان في الاول، انما دلوقتي انا مش هسيبك الليله دي. بصي انا عايزك تروح تغير هدومك عشان هنخرج نسهر بره. بجد؟ يعني هنخرج. طب والناس اللي كلموكم مستنيينك ده؟ طز في الناس. بجد ميرسي مراتي، خلاص انا هغير وارجع بسرعه. طيب عشر سنين من غير جواز لوحدك مش كتير؟ كتير فعلا. ريد ولا وايت؟ وايت. ما هو اصلا انا طلعتها بعد ما الحياه خلاص استحالت بينا، يعني بعد كده قلت اخد هدنه مع نفسي شويه. الولاد كبروا سنه ورا سنه وسافروا، وانا اتعودت اعيش لوحدي. واحتمال برضه كنت خايف اخش تجربه تانيه اتعذب وبتاع، فطنشت يعني. هي بقى اتجوزت. ساعات نتصل ببعض يعني. Life goes on. ما تيجي نغير الموضوع ده بقى. ايه نغير؟ تحب نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم عنك. عني انا؟ وانا فاكره حاجه عن نفسي عشان اتكلم. انا لو هتكلم عني يعني هتكلم عنك انت بس. انا مش فاكره حاجه قبلك ومش عايزه افتكر. انت البني ادم الوحيد اللي في حياتي دلوقتي. لا ده مراد هنا. هو ده ايه؟ ممكن اسلم صدقني. ايه الصدفه جميله دي؟ انا هاي مختار. يلا اتفضلوا جانس. اتفضل خاطر. ما قلتليش يعني ان مختار جاي. انا ما كنتش عارف بس عادي يعني. ايه الاخبار؟ تمام. انت مش قلت لي انك هتسهر في المعادي مع نعمان بيه؟ ما انا لغيت المعادي بتاع نعمان بيه. قلت اخرج انا وداليا نتعشى بره من باب التغيير يعني. انت ما عندكش مانع طبعا. لا ما عنديش طبعا. على فكره يا مختار، انا كلمتك مرتين النهارده عشان البنك اخد التور يونتس، وطبعا انت ما ردتش. لا ما ده الطبيعي بتاعه. البي ده انا بقعد اكلمه يوم بحاله على ما يرد عليا. سوري معلش، انا كنت عامل التليفون على سايلنت فما سمعتوش. بس امبارح وانا بقيت عند مختار عملنا الموبايل سايلنت، فما اخدناش بالنا غير اما صحينا منهم. مالهم التو يونتس؟ إدارة البنك عايزة تغير بند من بنود العقد. أوكي. أكلمهم بكرة وأشوف عايزين إيه. لا خلاص بس بقى ما زهقتوش من الشغل طول النهار شغل. خلاص بعيد عن الشغل. أنا على فكرة ده اللي أنا برسم لك لوحة. ترسم لي أنا؟ بجد؟ بقول لك إيه؟ أنت فنان على راسي وعيني. بس انا بحذرك خليك بعيد عن داليا. هو انا جيت جنبها. لا بجد يا مراد خليه يرسمها لي بليز. على فكره مختار رسام فظيع، لسه عاملي روحه وانا ميوت، كانت تحفه. ميوت؟ من خيالي. تشيرز. تشيرز. فعلا في ستات زينك وده كتير، بس هي دمها خفيف. دي ما بتتكسفش خالص، دمها تقيل وقلت الادب قوي. سوري فندم، حضرتك تتكلم كده. لحظه بصي، انا مختار ده شفت معاها ستات اشكال والوان كذا مرة امبارح، تلمح ان هما كانوا مع بعض في حاجة عيب وهو اتكسف. لا لا لا، مختار اتكسف
انت ما تعرفيهوش، هو بس عشان انت كنت قاعده فكان حاسس. مالك يا مراد؟ مش عارف. مراد في ايه يا مراد؟ انا مش مراد. نفس الحقوني مراد. داليا قاعدين جنبه. It's unbelievable. مش قادر اصدق واحد في سنك يعرض نفسه ويجيله ذبحه. انت بتقولي ايه يا ليلى؟ انا عرضت نفسي لاي حاجه، انا فجاه تعبت وخلاص يعني. ويا ترى تعبت ليه؟ ايه اللي جد جديد؟ بقى تجيب واحده تقعد معاك في البيت؟ يا مراهق. بتخطرفي بتقولي ايه؟ لا يا ليلى، مفيش لزوم للكلام ده دلوقتي خالص. انت ازاي اصلا تفكري بالطريقه دي؟ مراد انت كده هتتعب تاني، اهدى. ما تنفعلش الوضع ابوك. انا عايزه اعرف مين دي؟ وايه اللي خلاها تقعد عنده في البيت؟ دي كانت هتموته. لو سمحت بلاش تخليه يتكلم في حاجه تضايقه دلوقتي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتكلمني دي؟ انت مين انت عشان تكلميني بالمنظر ده؟ انت ازاي تدخلي بيني وبين اخويا؟ انت تخلصي خالص فاهمه؟ ايوه ايوه طلعها بره مختار. انت بتطردني عشان واحده زي دي؟ بره اطلعي نحاسته، هبلغ ولادك، مش هسيبك تبهدلني وتبهدل نفسك، سامع؟ ايه يا ليلى؟ ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عشان خاطري اهدى يا مراد. انت فاهمه الموضوع غلط خالص. الحكايه ان مراد خبط داليا بالعربيه. الحكايه ان البيه اللي جوه له علاقه بالسفله دي، ولان سنه ما يستحملش القرف ده وعمل طوله طب. ممكن تسمعيني؟ أنا مش هسمعك، أنا مش عايز أسمع القرف ده كله، أنا هعمل اللي عليا وهروح أبلغ العيال، ومش عايز أشوف وشه لغاية ما نخلص من الزبالة دي. يا ليلى. مش ممكن أختك دي فظيعة. بحاول
احاول اشرح لها انك خبطت البنت دي مفيش، بكلم كشك. اختي مزعجه يا مختار، انا عارفها مزعجه وشريره. انا اسفه يا دليل، اسفه. وانت ذنبك ايه يا مراد؟ مش عارف ايه اللي خلاها تفكر في حاجه زي دي وبسرعه قوي كده. اهي وانت سراحه وغبيه. اسمع يا مختار، انا مش عايز لا ليلى ولا اي حد يعرف حاجه عني، مفهوم؟ لو سألتك على موضوع داليا او اعطيتيها اي معلومه كويسه، انا عايزاها تقعد تحرق في نفسها وتموت بغصها كده. انت شكلك ابتديت تتعب، انا هنده لك الدكتور. لا 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 خلاص، انا بقيت كويس مختار، كويس. انا اسف كمان مره يا داليا، اسف. وانت ذنبك ايه يا مراد بس؟ طب انت محتاج مني حاجه؟ انا لازم اروح واعمل كام مشوار كده وارجع لك تاني. ممكن يا مختار بليز تكلم فردوس تبعت لي هدوم، انا ما غيرتش من امبارح. حاضر. ميرسي. على اذنك. مع السلامة. انا مش مهمة خالص دلوقتي. المهم انت تقوم لي بالسلامة وتخف لي. وبسرعة. انا عايزة انام. هطفي لك نور الأوضة. معلش يا اسفة، أنا ما صدقت إنه نام، بقى له نص ساعة بس مغمض عيني. اتفضلي. أنت كويس إنه نام على فكرة عشانه. طب طمنينا عليه، هو عامل إيه؟ هو أحسن الحمد لله. الدكتور بهاء قال إيه؟ قال إن حالته مستقرة وقلبه بقى تقريبا زي ما كان في الأول. الحمد لله. بس هو اداله شوية علاجات هيمشي عليها يوميا ومنع عن التدخين. في حد زاره؟ قصدك اخته ليلى؟ لا الحمد لله ما جاتش. انا كنت مرعوبة لا تيجي وانا لوحدي، ما كنتش عارف اتصرف اكيد. انا افتكرت حاجة ضحكتني. والله؟ مالها دي؟ انا عندي صداع، انا لازم اشرب قهوة. هنزل الكافيتيريا عشان اجيب قهوة. تحت في اول دور. اه ماشي اوكي. مش من هنا يا ماما، من هنا. من هنا يا حبيبتي. يا مين دي؟ دي مروة زميلتنا في الشغل، محترمة جدا بس جدا. شربت كاس وواضح ان دماغها خفيفة. حرام يا عيني. ما تقلقيش، ليلى مش هتيجي هنا تاني بعد ما طردها ماما، اطمني. انا طبعا ما كنتش حابة ان ده يحصل، بس اللي قالته ليلى ده يا مختار مش مظبوط. أنا متأكد. أنا عارفة إن وجودي عند مراد في البيت ملوش أي معنى، بس هو راجل محترم واحتواني، أي حد مكانه كان ممكن يسيبني. ما أعتقدش يا داليا لو حد عارف إنك محتاجة مساعدته هيبقى سهل عليه إنه يسيبك. أنا بقالي فترة مش قصيرة عند مراد في البيت، بصراحة عمري ما شفت منه أي حاجة تخوفني خالص. داليا انتي جميلة، جميلة قوي، مش الشكل بس. حتى انت يا مختار؟ بما ان كلام ليلى مش مظبوط وانا عارف ان هو مش مظبوط، انا لازم اسألك سؤال. لا مش هتسأل، عشان انا تقريبا عارفه انت عايز تقول ايه. انت بتحبي مراد؟ طبعا طبعا لازم احبه. تصور واحده في ظروفي وقابلت واحد زي مراد وعمل كل اللي عمله عشانها، تفتكر احس له بايه؟ ممكن تقول لي؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا مختار؟ ايه هيخرج امتى بقى؟ بكره بعده بالكتير. اطمن، هو بقى كويس قوي، يرتاح بس اسبوع 10 ايام ويرجع لحياته الطبيعيه. هخش اشوفه. بس يا دكتور. صحيح. طب نشوفه. هيا بطل، عامل لي مشاكل انت؟ ليه بس بهاء؟ الله، احنا مش في سن بعض.
لما الناس تقول لك ده هيف وعجزت، انا هيتقال عليا ايه؟ عجزت زيك؟ انت هنا من امتى يا مختار؟ بقالي شويه بس جيت لقيتك نايم فما رضيتش ازعجك، قعدت مع داليا شويه بره. داليا تعبت معايا قوي يا مختار. اكيد. اوعى تقول كده يا مراد، ده انا لو قعدت جنبك 100 سنه برضه مش هعرف ارد لك الجميل. انت تقدر تخرج بس ما تعملش اي مجهود، وزي ما قلت لك مفيش سجاير ولا دهون. الحمد لله على سلامتك يا مراد. ميرسي. عن اذنك. ميرسي يا دكتور. انت بقى تسيبك من الشغل والدوشه دي وتروح تاخد اجازه كده على البحر، تشوف فيو حلو وتدلع نفسك. فكره كويسه جدا. تيجي نسافر باريس؟ باريس؟ طبعا انا اتمنى، بس انا ما عنديش باسبور. مش انت برضه تعرف تحل الحكايه دي مختار؟ كل حاجه وليها حل اكيد. طيب عايزين نطلع باسبور داليا، عايزه تسافر معايا. اعتبره حصل. اغنوني شويه. وحشني جدا. الحمد لله على السلامة. حاسس كاني بقالي سنة ما جيتش. الفردوس فرحانة. ازيك يا مختار؟ والله انت نورت يا مستر مراد، الحمد لله على السلامة. الله يخليك يا فردوس. أنا عارف إن أنت مبسوطة بس بلاش حكاية الزغاريد دي لو سمحتي. غصب عني بقى من صحتي والله. فردوس الأكل من هنا ورايح مسلوق والملح قليل. من عينيا الاثنين. شوفي مختار بيشرب ايه. لا انا تعبان هروح بقى. ما تنسيش الميعاد بتاع السجل المدني عشان ده ورق كتير عشان نعرف نطلع لك الباسبور. ده بكره صح؟ اه ماشي. تعبينك معانا يا مختار. ماشي. انا شفت منك غير البهدله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبي. مع السلامه. سلام. انا عايز اشرب قهوه يا فندم. حالا القهوه تجيلك. لا قهوه ايه؟ 2 اورنج بليز. قهوة ايه يا مراد؟ الدكتور قال مفيش قهوة. ليه كده؟ ما هو قال قهوة واحدة في اليوم كويس. لا قال واحدة في الشهر. قهوة واحدة في الشهر. الشهر ده كتير يا داليا. ماشي 25 يورو. اورنج بليز حبيبتي. أحلى اورنج يجيلك حالا. طب خليه اسبريسو. اسبريسو؟ ماشي ماما قهوة لا. عارفة لما كنت في المستشفى ساعات لما كنت بفتح عينيا الاقيكي جنبي كده كان جالي إحساس إن أنتِ خايفة عليا، خايفة لأموت. مش كده يا مراد بعد الشر عليك. عارفي. أكتر حاجة كانت شغلاني إيه؟ أنا كنت خايف لا بعد ما أموت يعني تتبهدلي. مش غلاسة بقى، ما تتكلمش في الموضوع ده. ربنا يخليك ليا، يحميك من كل شر. يعني أستاهل القهوة؟ هتشرب العصير على بال ما أخد الشاور. يلا باي. عليا تجيب لي مية. ماشي. أول ما رجع معلش يا ست الكل، آخر حاجة بقى هتيجي لي كده بإذنك. أيوه تمام. أيوه كده. أيوه معلش بقى السكانر بايظ والسيستم واقع وعشان كده هتيجي تاخد الفيش بكرة. ومال بسيطة ليه كده بس يا أستاذ مختار؟ ده بتخيلك علينا. ينفع أنا أجي أستلم بدلها؟ وما ينفعش طبعًا، بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرا يا سيدي. احلى امر حضرتك. يلا. يلا. مع الف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار ممكن تساعدني اطلع البرفان امسح ايدي؟ اه. شكرا. انا كنت عايزة اسأله امتى هيبقى عندي باسبور؟ الأول نتيجة الفيش تطلع طلع لك شهادة ميلاد جديدة وبعد كده بطاقة وبعدها الباسبور. هي مش أقل من 20 يوم كده. وبعدها تبقى اتولدت من جديد. يا ريت. Thank you so much. Yeah. Yeah. تمام. أهلا. هلو، معاد الدواء. الهنا والشفا. متشكر يا داليا. قاعد لوحدك ليه؟ ولا حاجة. أنا أصلاً مش عايز حتى أنزل بالسرير، طفيت الموبايل مش عايز أسمع أي دوشة خالص.
ليه بس؟ طب تعالى ننزل نقعد في الجنينه شويه. جنينه ايه؟ انا بقالي ساعه بتحايل على نفسي اقوم اخد شاور ومكسل. تقولي لي جنينه شاور؟ طب قوم. يلا ايه؟ قوم. هتقوميني برضو؟ هقومك اه هحميك. تحميني؟ اه. لا ما ينفعش. تعالى تعالى. مش هينفع. ليه مكسوف مني؟ اه طبعا مكسوف. ليه مكسوف؟ انا زي بنتك. تعالى يلا حضر لك. لا 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 خليك انت خليك انت، انا هدخل اخد شاور واخرج بسرعه. خليك كده ماشي. وادي قاعده. هاني انت لازم تسمع كلامي وتعمل اللي بقولك عليه. خد موقف، لازم تخلي بابا يطرد الست اللي عايشه معاه في البيت دي. تاني يا عمتي انا اصلا جاي عشان عرفت انه دخل المستشفى، وبعدين الست دي انا ما اعرفش عنها اي حاجه. ما انا قلت لك هي سبب في كل اللي حصل له. يلا الحلوه دي. بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. انا عامله مفاجاه. هو مراد فين؟ في اوضه حضرتك. طب انا هدخل. بتعملي ايه؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ اه انا. يا سلام. كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هسعملي لي ايه انت بس؟ انت مجرمه. مجرمه ليه؟ عشان اسمك هاني. ازيك يا حبيبي؟ معقوله تجد ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. اهلا يا داليا. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. انت مالك بتقول كده؟ اه تكون فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا، بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ اه. طب انا على اذنكم. نايس ميتينج يو هاني. نايس ميتينج يو تو. سودان يا حبيبي. اون كوم اوس. سودان؟ ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي بره. استر نفسك دي. طبعا مش هترد يا مختار، عارفك. ألو
انتي نمتي ولا ايه؟ لا 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 انا في الاوضه ما خرجتش. لا لا ما تخضيش انا كويس. لا طبعا مش مكسل اجي عندك ولا حاجه، انا بس مش عايز ازعجك، بس في نفس الوقت كان نفسي اسمع صوتك قبل ما انام يعني. ازيك عامل ايه؟ حاسه اني قلقانه وخايفه. قلقانه وخايفه؟ ليه حصل حاجه ضايقتك؟ اهتمامك بيا ووجودي هنا جنبك مخليني مرعوبه انه يجي يوم وامشي. وتمشي ليه بس؟ انا هخليك تمشي. أنا مش فاهم، ده مش وقت ممكن في موضوع زي كده خالص، داليا أنا عايش معاكي أحلى أيام عمري. لكن أنا ما لكنش. أصلاً من ساعة ما اتشقت الأرض وطلعتي لي وخبطتك بالعربية وأنتِ بقيتي أهم حاجة في حياتي. مش بإيدي. أنا مش فاكرة موضوع العربية ده. بس بليز يا مراد أنا مش عايزة أمشي من هنا. أنا مش هسيبك أبداً. ما تسيبنيش. تعالي. أنا مش هسيبك يعني مش هسيبك. ايه مالك؟ شفت كابوس ما فهمتوش. كابوس؟ طب اقعدي احكي لي. حلمت انك مش عايزني معاك هنا في البيت وعايزني امشي. كوبسي يا شيخه، الاحلام دايما بتتفسر بالعكس. ويلا قومي من فضلك اجهزي عشان احنا متاخرين على الشركه وعندنا مواعيد كتيره جدا. يلا. هي الساعه كام دلوقتي؟ ساعة داخلة على 9 اهو، أنا متأخر شوية يعني. معلش يا مراد أنا حاسة إن أنا مش عايزة أروح الشركة النهاردة. طيب خليكي. هستناك هنا. أقوم أحضر الفطار. هو أنت أخدت الدواء؟ لا أنا مش عايز آخد دواء بعد كده. مش حاجة اسمها. بصي داني أنا قلبي زي الحديد الحمد لله، أنا مش عايز دواء. ماشي ماشي بس تاخد الدواء. هو حضرته هنا وحضر الفطار تفطر وبعدين تاخد دواك. صباح الخير مختار. ها انت فين؟ انا كلمتك ولا 100 مره ما بتردش عليا. بعدين. صباح الخير مستر مراد. سال عليك مرتين. ده ليه رواق؟ لسه ما جتش. انت فين يا مختار؟ بكلمك ما بتردش عليا، رحت فين؟ ابدا كنت
بشوف حاجة كده مهمة جدا لازم أحكي لك عليها. لا لا لا، حاجة مهمة ولا حاجة؟ اقعد، أنا اللي عندي حاجة مهمة وعايز أحكي لك عليها. مختار. أنت صاحبي قريب مني صح؟ صح. طيب، في حاجة حصلت إمبارح ولازم أقول لك عليها. اتفضل. أنا بحب داليا. وبعدين؟ بحبها جامد. امبارح كنا مع بعض. ما انتوا على طول مع بعض يا مراد. ليه ليه ليه؟ مختار ركز معايا. مع بعض يعني؟ مع بعض يعني؟ معايا. وانا قررت اتجوزها. نعم. تتجوزها ازاي؟ مش دي كانت؟ كانت متجوزة. بس هي دلوقتي اسمها داليا نور ومش ممكن تبقى حد تاني. افرض ذاكرتها رجعت لها و... مش هترجع لها يا مختار، مش هترجع لها صدقني. صدقك ازاي يعني؟ لو كانت هترجع لها كان حصل ده من زمان وكانت افتكرت. يا مراد داليا دي واحده كان عندها حياه كامله قبلك ما نعرفش عنها. ما يهمنيش يا مختار، مش مهم بالنسبه لي، انا بحبها جامد وما عنديش استعداد انها تبعد عني خالص. انا اول مره بحس بكده يا مختار، انا راجل عكوس برضو. انا مش عارف سكن هتقدر تفهم ده. يعني تخيل نفسك تصحى تلاقي واحده عايشه عشانك، عشاني يا مختار، بتاكلني وتشربني وبتحميني وتديني الدواء. طب انت فاكر مختار لما كنا في المستشفى؟ فاكر انها قعدت اسبوع بحاله ما بتنامش والست مش منتظره اي حاجه. يا مراد الست دي ليها ماضي. نسيته يا مختار، نسيته. صدقني. اصدقك ازاي؟ صدقني انا دلوقتي كل حياتها. انا مش شايف اي حاجه تجمع ما بينك وما بينها. يا مراد قاعد مش هينفع تتجوز داليا. خلاص نفضل زي ما احنا. والناس؟ ناس مين؟ ليلى اختك، ولادك، الناس هنا في الشركة. لا لا يا مختار، الناس دي ولا فيهم واحد اهم مني. انا اهم حد هنا يا مختار. وبعدين الناس دي اللي عايزين مني ايه يعني؟ مستكترين عليا ان انا مبسوط مثلا؟ طب بص، انا القرار خدته خلاص. داليا دي هتبقى بتاعتي ومش هسمح لأي حد ولا أي حاجة تاخدها مني. طب بذمتك أنت مش حاسس إن أنا مبسوط؟ أنا اتغيرت؟ طب بلاش، أنت كنت جاي عايز إيه؟ لا مش مهم بقى دلوقتي. مش مهم ليه؟ ما تقول، تبوظت ليه يعني؟ يعني موضوع ما يجيش حاجة جنب اللي أنت حكيته. داليا، ايه اللي مقعدك هنا؟ تعالي اقعدي معايا. يلا تعالي نقعد. خير؟ كنت عاوزاكي في حاجه. قولي لي. عايزه اشتري هديه لمستر مراد. وطبعا انت بما انك عايشه هنا معايا فاكيد تعرفي هو بحب ايه وما بحبش ايه وكده. بس هو عامل لي معامله حلوه قوي وجاب لي حاجات كتير. يعني فكرت اجيب له حاجه كده تفرحه. انت عايزه تجيبي له هديه؟ بس ده سؤال صعب قوي. صعب ازاي؟ انت بقالك هنا كتير يعني اكيد تعرفي هو بحب ايه. بصي، مستر مراد ده اطيب راجل ممكن اقابله في حياتي، كريم جدا. هو وعيلته اغنيه قوي من زمان، الفلوس دي عندهم كتير جدا، مش مخليهم محتاجين اي حاجه. هو عمره ما دخل عليا. بس أقولك، أنا هعرفك إيه أكتر حاجة ممكن تساعده. إيه هي؟ الاهتمام، إن حد يهتم بيه. كتير بيشتكيلي إن ولاده ما بيسألوش عليه وبيغيب عنه لفترات طويلة. عشان كده أكتر اتنين بيحبوهم أنا ومستر مختار. أنت عارفة، لو اهتميتي بيه هحبك جدا، وكمان هتعوضي للنقص اللي هو حاسس بيه. الواضح إن هو محتاج اهتمام، عشان هو بيهتم بالناس كلها. اقول لك على حاجه، انت من ساعه ما جيتي هنا ومستر مراد اتغير تماما، فعلى طول يقوم مبسوط وبيهزر. ده بيهزر معايا انا شخصيا. انت غيرتيه خالص. انا اديني جيت يا شفيق. ايه الخبر بقى؟ عشان انت خضتني. عشان كده ما كانش ينفع اقول لك الكلام ده في التليفون يا مراد. اسمع، انت مرشح دلوقتي لوزاره الاسكان،
والموضوع ده خلاص تقريبا اكيد. كانت بتوصل النهارده الصبح. انا طبعا كنت عارف الكلام ده من بدري بس كنت مستني طول الاخضر. انما المشكله بقى شركه المقاولات بتاعتك دي ممكن تعطل الدنيا برمتها. ما انت عارف برضه يا مراد مش معقول هتبقى وزير وفي نفس الوقت قاعدك اكبر شركه مقاولات في البلد. خلاص اكتبها باسم حد من ولادي. عموما انا جبتك هنا عشان اقترح عليك اقتراح زينا. بس برضه يا ريت تشيل ولادك من الصوره. يا شفيق بس انا ما اقدرش اسيب الشركه لاي حد يعني. لا ينفع ولو بشكل مؤقت يا مراد. ده لو انت عايز تبقى وزير فعلا. طيب سيبني افكر. طبعا الاتفاق اللي عملناه مع الشركه الروسيه دي مكسب كبير قوي يا مختار. العقود اللي بيننا وبينهم بتقول ان احنا هننفذ المباني ونشطبها. وانا بفكر كمان ان احنا نستغل. مختار انت معايا؟ ايه انت مش هنا خالص. سوري انا سرحت. كملي. طب انا كنت عايزه اسالك حاجه كده. انا كنت عايزه اخد مراد ونسافر حته عشان يعني يغير جو. تفتكر يحب يروح فين مثلا؟ مكان فيه بحر ولا جرينري اكتر؟ بيتهيألي لو انتي هتسافري مع مراد مش هتفرق كتير انتوا هتروحوا فين، لانه طول ما هو معاكي هو مبسوط. مختار انت شايف ان مراد كتير عليا؟ اكيد لا، بالعكس. من غير مجاملة تقول يعني مراد والشركات دي كلها والمال ده كله يحبني؟ ما اظنش الراجل عنده اختيار قوي في الموضوع ده. لا مش فاهم. اي حد يا داليا هيقرب منك هيتعلق بيكي قوي وهيلاقي نفسه حواليكي، بس حتى لو يعرف 100 ست قبل كده هينساهم كلهم وهتفضل انتي بس. احنا كنا بنتكلم عن مراد صح؟ صح. صباح الخير يا سعد. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا فندم. داليا فين؟ كانت في قسم التسويق دلوقتي يا فندم، كانت بتراجع بس العقود بتاعت الشركات الاجنبيه. طب خليها تجي لي لو سمحت. حاضر. سامح بليز افتح الماسنجر وي نيد تو توك. ودلوقتي خير يا بابا. خير خير. مالك مخضوض كده؟ يعني ما ينفعش اطمن عليك ولا ايه؟ تحت امرك يا مراد باشا. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. والبنوته كويسه؟ كويسه الحمد لله يا بابا. بص انا معروض عليا ان انا اكون وزير ومحتاج اتكلم معاك. وزير؟ وهتفرق معاك في ايه الحكايه دي؟ يا ابني انا محتاج اتكلم معاك استشيرك اعمل ايه؟ خصوصا ان انا لازم اتنازل الشركه لواحد فيكم. بصراحه يا بابا انا مش فاضي وعندي شغل كتير هنا، مش هقدر انزل قبل 6 شهور على الاقل. 6 شهور؟ ايوه 6 شهور مش اقل من كده. لا مستحيل. طيب خلاص لا انت ولا اخوك فاضيين لي بقى، هعمل ايه؟ طب هتعمل ايه قول لي. مالكش دعوه باللي انا هعمله بقى، وسيادتك لما تبقى فاضي يبقى كلمني. يلا سلام.
انت غريب يا ابني غريب. في ايه يا مراد؟ مالك متضايق ليه؟ ابني كبير بقول له حبة وزير بيقول لي ودي هتفرق معاك في ايه؟ طب عشان خاطري اهدى، ما ينفعش كده اعصابك مجنوده. اناني جدا سامح ده يا داليا. انت عارفه ان انا اديته اكتر من 4 مليون دولار عشان يفتح شركه، وفعلا فتح شركه وبقى بزنس مان كبير، ودلوقتي لما احتاجه يقول لي اصل انا مش فاضي غير بعد 6 اشهر. طب هو الوزير شفيق مش قالك انه ما ينفعش تنزل لولادك؟ عايز منهم ايه؟ ما لازم يبقوا موجودين يا داليا، يعني انا لما اموت ما دي هتبقى شركتهم برضو. بعد الشر عليك. وبعدين انا موجوده اهو، خد رايي انا. ولا انا ما ينفعش يعني عشان انا سكرتيره صغيره في شركه سعادتك؟ ما هي انا ما كنتش عارف اعمل ايه لو ما كنتيش موجوده معايا يا داليا. كنت برضو هتبقى وزير وقدها وقدود كمان. ايه رايك في مختار؟ مين مختار؟ يعني انت بتثق فيه وبتحبه، نزل له هو عن الشركه. انا فكرت في مختار فعلا، وفكرت في اختي ليلى كمان. لا 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 لا، اهدي بقى اللي ما تنفعش. ليلى ايه؟ ولا مختار كمان ينفع. مختار ده طائر مجنون، يعني مش قد المسؤوليه. انا مربيه صدقيني. باين من هدومه. طب ايه الحل؟ ما هي المساله ان الوقت ازف. عارفه لو حكمت ان انا ابيع الشركه دي انا هبيعها. انا عارفه ان الموضوع صعب قوي بالنسبه لك، بس برضو انك تبقى وزير دي اهم. بس كمان ما ينفعش تتنازل عن الشركه كده وتضيع منك. هو انا شايفاك كده مشدود قوي اليومين دول، ومش عارفه اعمل لك ايه ولا اساعدك ازاي. انا عرفت، هو فنجان قهوه كده يعدل مزاجك عشان تعرف تفكر كويس. فكره كويسه جدا. مبروك يا فندم، هروح اسجله في المكتب يا مراد بيه على اذنكم. رسميا بعد ساعة واحدة من دلوقتي هتبقي صاحبة أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط يا داليا هانا. هانا؟ لا ده على الورق بس. ومختار فين يا عبد الحميد؟ أنا بحاول أكلمه طول النهار مش بيرد عليا يعني. مش عارف يا فندم، حضرتك تؤمر بإيه؟ أنا عايزك تجيبه من تحت الأرض وتيجي أنت وهو 9 بالليل عندي في البيت. تحت أمرك يا فندم، بس أقول لمختار إيه السبب؟ أما تيجوا هتعرفوا. أوامرك يا فندم. استأذن حضرتك. النهارده بالليل أنت هتبيع حرم مراد الجرحي، وبعد كام يوم هتبيع حرم الوزير مراد الجرحي. إيه رأيك؟ أنا طبعًا فرحانة قوي، مش مصدقة نفسي. اللي بتعمله ده جنان يا مراد. اللي بعمله ده أعقل حاجة عملتها في حياتي. أنا مع الوزير. إزيك يا شفيق؟ لا أنا كويس. لا مبسوط شوية. بقول لك إيه يا شفيق؟ أنا كنت عايزك تعدي عليا في البيت الساعة 9 بالليل النهاردة. النهاردة. إيه؟ وفجأة. أما تيجي بقى يا شفيق هتعرف. طيب. طيب. مع السلامة، مع السلامة. داليا؟ تيجي نروح نتغدى بره؟ هاتي المفاتيح معاك بليز. فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه، وبصراحه مش شايف حل يناسبني غير اللي انت طلبتيه. انا لازم افضل جنبك. انا بحبك كده ليه؟ حتى بعد ما عرفت كل البلاوي السوداء اللي انت عملتيها
فعلا لسه بحبك. لا مش هينفع يا مختار. انا عايزك تقف جنبي بس ده مش معناه انه اي راجل تاني يدخل حياتي. انت مش عارف انا خايفه ازاي. حد يبقى عنده الشركه دي كل ده ويخاف. ولاد مراد اتفقوا مع الوزير شفيق انه يضغطوا عليا وياخدوا مني الشركه. يعني دعوه الوزير كانت علشان تقابلي سامح وهاني وهددوني. قالوا ايه؟ قالوا كتير. سامح ده لو كان يطول ياخد مسدس يضربني بالنار ما كانش قال لا. ولا هاني قعد يقول لي انه ده كله تمن ليله مع ابويا. هي كانت ليله وكان جوزي بس يا مختار ما حصلش بيني وبينه حاجه. انا كنت عامله نفسي قدامهم انه مش فارقه معايا وجامده ومش خايفه بس انا كنت مرعوبه من جوايا. ده متوقع من ولاد مراد، طبيعي يعملوا حاجه زي كده. انا غلطت ان انا ما جيتش معاكي. بس كنت هتعرف منين؟ مختار انا بجد مرعوبه. بصي يا دانيا، انت بقيتي صاحبه شركه، ده امر واقع. بس انا عمري ما كنت اتخيل ان كل ده ممكن يحصل معايا. مش عارفه اتصرف ولا عارفه اعمل بالفلوس دي ايه. والشركه انا فعلا مش عارفه اتصرف لوحدي يا مختار. انا عايزك تقف جنبي وتسندني. انا فكرت اديك فلوس عشان الموضوع ده بس لا ثانيه واحده، انا فهمت ان انت اكبر من الموضوع ده بكتير. عارفه داليا، انا جيت النهارده علشان اطلب منك انك تتجوزيني. بس يظهر ان انا معاكي ببقى دايما خطوه متاخر. الاول مراد ودلوقتي مش عايزاني اقرب منك. يا مختار افهمني، الموضوع مش فيك انت، لا انت ولا غيرك. ده انا اول مره احس ان انا ينفع اقول لا. اديني بقولها. وانا موافق. موافق على ايه؟ اكون تحت امرك لغايه لما تغيري رايك. ولو ما غيرتش رايي هتغيري. بعدين بقى دي رابع نسخه من العقد وبرضه وزاره الاسكان عاوزه تعديلات. طب وبعدين يا استاذ عبد الحميد، اللي بيحصل ده مش شغلي، لازم مدام داليا تتدخل في التعديلات دي. يا سعد، ما هي مدام داليا قافله تليفونها ومختار ما بيردش عليا، انا مش عارف اعمل ايه. العقود دي كان المفروض تتمضي من يومين وشيكات المرتبات متعطله. طيب يا استاذ عبد الحميد وبعدين؟ مش عارف. الله يرحمك يا مراد، ربنا يستر يا سعد، ربنا يستر. ارجع 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 سنه كمان. ارجع ماشي، ارجع انت ورا في الحته اللي ورا دي. مش عايز حد عينيكوا صاحيه. ايه الاخبار؟ سعاده الباشا كله تمام يا باشا، عملت زي ما حضرتك امرت. اثنين في ظهر الفيلا من ورا غير الثلاثه اللي موجودين هنا في الجنينه، في واحد هنا برضه في الطرف الرابع غير الثلاثه اللي ورا في ظهر الفيلا. كويس جدا. هم دول كل الناس اللي معاك؟ يا باشا، هم دول اللي انا جبتهم. طب معلش هتطلب من عاطف بيه يبعت لنا ناس تاني علشان عايز امن كل الشبابيك اللي في الدور الارضي اللي هنا دي. تحت امرك يا باشا. ممكن كمان نزود كاميرات هنا عشان تبقى شايف الدنيا اكتر، ونجيب واحد هنا عند الشباك ده وواحد عند الشباك التاني. فكره الكاميرات مش وحشه. متشكر. كلنا عاطف بيه. حاضر يا باشا، تحت امرك. باشا. ها؟ هو في خطر على حياه مدام داليا؟
لا احنا بس شفنا حد في الجنينه افتكرنا انه ممكن يبقى حرامي فقلنا نأمن نفسنا. ماشي يا باشا. تحت امرك يا باشا. ماشي. ارجع يا ابني امن السور يا ابني، ارجع عينك مفتحه. صباح الخير. صباح النور يا مختار. ها نمتي كويس؟ لا ما عرفتش انام طبعا. برضو؟ حد ينام في ظروف زي دي؟ معلش. انا تعبتك معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجه. بس انا لازم امشي بقى دلوقتي علشان الحق اروح البيت استحمى واغير هدومي وانزل على الشركه وارجع لك هنا تاني. انت خليكي هنا ما تتحركيش، لو حصل اي حاجه تكلميني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل ايه؟ الصوت ده مش هقعد. رايحه فين؟ خش جوه انت. لازم اقابل الست بس هينفع. خش جوه. احمد ايوه بس تعالى نشوف ده مين. تعالى بس جاي. وطي صوتك. مش هقطي صوتي، في مصيبه لازم اقابل الست. مش هينفع تقابل المدام، المدام نايمه ولازم اكلمهم عشان يبلغوها. قول لها طب عطوه بتاع بولا. ايه في ايه؟ يا باشا عايز اقابل الست ومش عايزين يدخلوني. انت مين وعايز ايه؟ يا باشا في مصيبه، اختها في المستشفى بين الحياه والموت ولازم تشوفها. ونبه مدام قولي قولي العسليه ان انا عايز اقابل. ايه ده؟ عسليه؟ عسليه؟ عسليه عايز اقول لك حاجه. عسليه سيبوني اكلم عسليه اقول لها حاجه. طيب في ايه يا عطوة؟ علي علي قتل راشد وشوه وش في تون وهرب. انت قلت الكلام ده منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايز اروح لها. مش هتروح في حته دلوقتي خالص. لازم نفهم ايه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعالى تعالى. حاضر يا باشا. انت قلت لي انت مين؟ انا عطوة الحلاق من بولاق، جاره من زمان. وايه اللي حصل؟ هي هي وشها اتشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي تشوفيها. انت عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده والام لما قبضوا عليها على السلم وقعدت تقول ده كده وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر حاضر باشا نفهم بس. اتفضل اتفضل يا باشا. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. أنا مش فاهمة بتقولي إيه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا أنا مش فاهمة بتتكلمي على إيه خالص. أنا جايلك بالرسالة النهاردة من هاني وسامح. عارفة إنكم عملتوا لي جميلة مش هنساهالكم عمري. أنا النهاردة خلصت من أكتر واحد بكرهه في حياتي اسمه راشد. أنا مش فاهمة بتتكلمي على إيه. مش مهم مش مهم تفهمي. أنا جاي النهاردة أعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش تحطهم لي في حسابك في البنك ونسيب لك الفيلا دي كلها فوق. حلوين بتوع إيه دول؟ مقابل الشركة. تصدقي إن أنا فعلا كنت عايزة تنزلكم عن الشركة بعد ما مراد مات. بس لما افتكرت اللي كان بيقولهولي على ولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسألوا عليه وكان زعلان منهم قوي. أما انتي ده كان بيقول فيكي شاعر، شاعر في أنانيتك وشرك. لو انتي مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ أرجع الحق لأصحابه. طب بص ما بقولك، أنا جه عليا وقت كنت متصاحبة على حرباية. حرباية من اللي بتلونوا دول. عارفة علمتني إيه؟ سأليني إيه؟ إيه؟ علمتني إزاي أتعامل مع الأشكال اللي زيك. اطلعي بره. استني. من بكرة المحامي بتاعي هيطالب بحق في الميراث. أنا لسه خارجة من عندها حالا. كل حاجة باظت. عرفت إن إحنا أجرنا حد عشان يقتلها. طلع
انك تعرفه؟ معرفش. بقول لك معرفش، وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي احنا عملناه. لا 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 لا، انساني، ام اوت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انتوا الاثنين قاعدين بره وسايبيني انا في وش المدفع. وبعدين في الاول في الاخر مش هاخد حاجه من اخويا الله يرحمه، ومش عايزه ادخل في مشاكل انا مش قدها. اوكي يلا باي. الو الو، ازيك؟ الحمد لله. انا بكلمك عشان اقول لك ان انا قاعد قدام احلى بورتريه رسمته. بورتريه ليا انا؟ ايوه طبعا، امال هيكون ليا. بجد؟ مش كده يا حبيبي؟ برافو يا روح قلب ماما. طب يا مختار، انا كنت عايزه اقول لك انه عبد الحميد كلمني وكان طالب مني ملفات الضرايب، فلو ينفع يعني. هو انت قابل حرامي؟ يا ايه الصوت اللي جنبك ده؟ اه انا هخرج يعني. هاخد داليا، انت سامعاني؟ والنعمة لك. هو انا امك يكسب؟ يا نهار اسود يا عسلية، الحقيني يا اختي. ثانية واحدة يا مختار، ثانية واحدة. في البيت سيبها لو سمحت. مالك يا حبيبتي؟ النبي انا عايزة اروح اقابل جوزي، عايزة اروح بولاية. طب معلش يا مختار، انا مضطر اقفل دلوقتي. ماشي، مع السلامة. لا مؤاخذة، ممكن تديني العباية السمرة القديمة بتاعتك وطرحتها؟ ما انتي اسم الله ما بقيتيش محتاجاها. أنا بس عايزاها عشان أروح بيها بولاد بدل الزفت اللي أنا لابساه. طب اقعدي يا حبيبتي، هنقعد مع بعض أنا وانتي وشاهين ونتعشى وبعدين هاخدك على بولاد. أنا عايزة أروح أشوف علي، عايزة أروح بولاد أشوف جوزي. عارفه لو صوتي تاني قدام شاهين انا هسجنك في اوضتك ومش هطلعك منها تاني، فاهمه؟ يا فردوس، فردوس. ايوه يا دمبلي، خير؟ في ايه؟ خدي شاهين جوه. طيب يلا 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 نطلع اوضتنا. يلا تعالي. معلش يا حبيبتي ما تزعليش مني، بس انا مش عايزه شاهين يخاف منك. ولا انا عايزه يخاف مني يا اختي، والله والله العظيم انا بحبه قوي، بس انا بقى ما بحبش علي او النعمه، ما بحبوش ولا الزفت راجل بحب، ما بحبهمش انا. بصي يا اختي، بصي شوفي وشي، انا مش عايزاه، مش عايزاه يا عسلية، والله انا عايزه اجيب وش تاني. يا اختي والنعمه، انا معايا فلوس اساسا، انا مسافة السكه، انا مش هتأخر عليكي خالص، انا عايزه اروح اشتري وش وارجع على طول. تعيطيش يا حبيبتي. انتي مش عايزاني اشتري وش؟ ايوه انتي مش بتحبيني، انتي مش اختي ولا نيلة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. تعملي فيا كده؟ ماشي عسلية، حاضر. انا اسفه يا فطور اني عرفت علي على مكان.